يعني العدد الحالي لا نستطيع تقديره، لأنه الوحدات منتشرة على مساحات واسعة من حدود العراق شنغال حتى كوباني، ما يقارب 700 كيلومتر على طول خط الشريط الحدودي في شمال سوريا. نعاني من نقص الأسلحة والذخائر، ونقوم بشرائها من السوق السوداء أو من أماكن بصعوبات وبمبالغ كبيرة وذخائر فاسدة غير مكفولة. يعني هو اسمه مفهوم بالعاميه سوتورو، درع للمسيحيين، تغطيه ورديف للجيش العربي السوري، مثله مثل كل المجموعات اللي كانت تقاتل تحت رايه العلم الجمهوريه العربيه السوريه. ضمنيا كوني سرياني في شيء يخليني انه احارب ضمن هالاراضي هاي، وقلنا إمبراطورية وقلنا حضارة قديمة كتير ولازم نحافظ عليها ولازم نحارب مشانها، لازم نضحي مشان الإمبراطورية هاي.